يا الكار العمانيات والسلفة الذهبية بانتظار انطلاقة الشوط، والكلمة أحيلها للزميل العزيز مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، نرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية في هذا اليوم الاستثنائي الخاص بحضور شعارات عملاقة وكبيرة في أشواطنا الرئيسية المفتوحة في هذا السباق السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. شاهدنا أشواطنا الأولى الأشواط المفتوحة، وشاهدنا شعار العاصفة يحضر مع عوايد في الشلفة الذهبية في الشوط المفتوح للبكار وينتزعها، وشاهدنا داس في شوطنا الماضي ينتزع بشعار الرياسة الخنجر الذهبي المفتوح، لينطلق إخواني المتابعين مشاهدين الكرام شوط لا يقل أهمية بأسمائه وبأيضا الشلفة الذهبية الخاصة بالبكار العمانيات لتندفع هذه الأصايل وهذه السبق من العمانيات المشاركات من الأصايل المندفعة والمنطلقة في هذا الشوط الرئيسي. أبدأ مباشرة بإعلان المراكز الخمسة الأولى بداية مع شعار العاصفة الذي يسيطر في المركز الأول بوجود سلسال على المركز الأول، يتابع سلسال حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. أنتقل إلى المركز الثاني، شعار هجن الشحانية يتواجد مع مذيار على المركز الثاني لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث شعار العاصفة يقدم غيرة على المركز الثالث، غيرة على المركز الثالث بشعار العاصفة يتواجد حمد بن راشد بن حمد بن غدير متابعا لغيرة ومتابعا لفلكة التي انتقلت إلى المركز الرابع محلقة باحثة عن تحقيق الرمز الغالي. هذه فلك على المركز الرابع لهجن العاصفة يقودها حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. أنتقل إلى ختام النداء بوجود زلزلة من الجانب الآخر تنطلق بشعار الشحانية ويتابع زلزلة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه الأسماء الأولى وهذا النداء الأول لهذه الأصايل العمانيات التي تنطلق في هذا المهرجان الغالي، الشلفة الذهبية في الانتظار هناك مع خط النهاية، شلفة ذهبية خاصة بالعمانيات. من سينتزع هذا الناموس الغالي وهذا الرمز الغالي؟ وهذا هو شعار العاصفة يسيطر ينطلق بالمركز الأول، ينطلق مع المقدمة سلسال رشحت في مساء البارحة. هذه سلسال بشعار العاصفة تنطلق في صدارة الشوط محلقة منطلقة مندفعة وتلتها مباشرة فلك أيضا تنطلق بشعار العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. يتابع هذين الاسمين حمد بن راشد بن حمد بن غدير أحد شبابنا المضمرين. يا سلام من قدم عوايد في الشوط المفتوح. المركز الثالث يتواجد شعار هجن الشحانية على المركز الثالث بوجود مذيار أحد الأسماء القوية المنطلقة المندفعة بشعار هجن الشحانية، يتابعها شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري. أنتقل إلى المركز الرابع لوجود شعار العاصفة وانطلاق ثالث اسم في هذه الدائرة الخماسية. هنا تتواجد غيرة على المركز الرابع لهجن العاصفة. يا سلام حمد بن راشد بن حمد بن غدير في المتابعة. المركز الخامس
الشهنية على المركز الخامس تتسلل في أول نداء للشهنية هنا بشعار هجن الرئاسة، هنا تنطلق بالمركز الخامس منطلقة شعار داس الفائز بالخنجر الذهبي قبل لحظات. يا سلام يا سلام، هذه الشهنية بشعار هجن الرئاسة يتابعها عيسى بن أحمد بن مطر الخيالي المركز الخامس. شوف المتسللة الكايدة، اسم جديد ينطلق ويتسلل هنا الكايدة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية في المتابعة والتضمير. هذه الدائرة الخماسية الفايف ستار كما أطلق على هذه النجوم المنطلقة في طريق الشلفة الذهبية في هذا الشوط الرئيسي الخاص بأصايل الوطن، الأصايل التي تنطلق في ميدان الشحانية في هذا اليوم الخاص بالأشواط المفتوحة، لقاء أخوي كبير يجمع بين أقطاب المنافسة الثلاثة، شعار هجر الشحانية وشعار العاصفة وشعار الرئاسة. يا سلام، هذه متعة هذا العالم الساحر بلقاء هذه العمالقة، بلقاء هذه الإمبراطوريات الكبيرة الحاضرة في ميدان التحدي. عودة إلى العاصفة، هنا تتواجد بالمركز الأول والثاني في تقدم مثير، في تقدم مميز على المركز الأول والثاني. المركز الأول سلسال مع المركز الأول تنطلق في المركز الأول في صدارة الشوط شعار العاصفة، وهنا فلك غيرت إلى المركز الأول. هذه فلك تنطلق بالمركز الأول بشعار العاصفة، أحد الأسماء القوية وصاحبة الكأس في ميدان المرموم العام الماضي. يا سلام، هذه المقدمة مع فلك بشعار العاصفة تنطلق. المركز الثاني سلسال مع المركز الثاني تنطلق أيضا بشعار العاصفة، اسمين ينطلقان في المركز الأول والثاني. شعار العاصفة يسيطر على المركز الأول والثاني، شعار الشحانية على المركز الثالث والرابع بوجود هنا مذيار ووجود الكايدة. يا سلام، مذيار يقدمها جابر بن سالم بن فاران، والكايدة يقدمها محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس الشهنية لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي على المركز الخامس يتابع الشهنية بشعار هجن الرئاسة. هذه الأسماء الخمسة، ونحن ننعطف في منعطفنا الأخير بالاتجاه المستقيم نحو خط النهاية، نحو المنصة الرئيسية، نحو الشلفة الذهبية التي تنتظر أحد هذه الأسماء. يا سلام، فلك على المركز الأول تسيطر بشعار العاصفة، يطمح الواثق بتحقيق رمز آخر في هذا المساء بعد أن حقق الشوط الرئيسي مع عوايد، يطمح في تحقيق شلفة ذهبية أخرى في هذا المساء بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الحاضر المتابع لهذه الإمبراطورية الكبيرة. يا سلام، المركز الثاني الكايدة، أحد الأسماء المرشحة، أحد الأسماء المنجزة، أحد الأسماء الخطيرة. يا سلام، هذه الكايدة على المركز الثاني تنطلق بالمركز الثاني، حققت كأس في ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح. الله، قبل أسبوعين تقريبا هذه الكايدة تنطلق بشعار الشحانية يتابعها محمد بن خالد العطية. هذا هو يوم المشاغبة، شاغب يا المشاغب، هذا هو يوم المشاغبة. الله، هذه الكايدة تنطلق
بالمركز الأول. ركز يا أبو خالد، المركز الأول مع الكايدة مع الشحانية. بدأنا بالانعطاف، بانت المنصة الرئيسية في هذه اللحظة، انطلقنا مع الناموس، انطلقنا. شوفوا المركز الثاني، فلك على المركز الثاني، تنطلق بالمركز الثاني فلك، تحركت سلسال. الله، بدأ الجد في هذه اللحظة، بدأ الجد في هذه اللحظة، انطلقت سلسال المرشحة، انطلقت سلسال. ولكن الكايدة، 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 الكايدة مع المركز الأول، تنطلق بشعار الشحانية، تندفع، تندفع مع هذا الشعار الأدعم الكبير. الشلفة الذهبية، الشلفة الذهبية يا العطية، الشلفة الذهبية هنا، هل ستبقى بالشحانية؟ الشلفة الذهبية، الله، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير، 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 ونحن مع الكايدة، مع الكايدة، مع المركز الأول. تحركت مذيار على المركز الثاني، مذيار بشعار الشحانية أيضا، جابر بن سالم بن فاران، روح يا العطية، روح، روح إلى الشلفة الذهبية، إلى الشلفة الذهبية، إلى الشلفة الذهبية في شوط العمانيات، شلفة ذهبية شحانية. يا سلام، حيوها، 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 حيو الكايدة، 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 الشحانية مع الكايدة، الشلفة مع الكايدة، صاحبة كأس بالكويت، هذه، هذه الكايدة. سلام شحاني، سلام، سلام شحاني، سلام، شلفة ذهبية شحانية. يا سلام، تهانينا، تهانينا والناموس للشحانية، تهانينا والناموس لعشاق الأدعم، لدولة قطر على انتزاع الكايدة. الشلفة الذهبية، الذهب، 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 الذهب مع العطية، هذا هو العطية، يشاغب في هذا الشوط وينتزع الشلفة الذهبية مع الكايدة. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس على فوز الكايدة بالشلفة الذهبية، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني مذيار لهجن الشحانية، المركز الثالث سلسال لهجن العاصفة، المركز الرابع وصلت فلك لهجن العاصفة، المركز الخامس تصل بينونة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وهذه الكايدة تحقق رمزا آخر في هذا العام بعد رمز سجل في ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح بدولة الكويت الشقيقة، حينما حققت الكأس المفتوح وانتزعته وأهدته للشحانية وهجنها وعشاق هذا الشعار الأدعم الكبير. تحقق اليوم الشلفة الذهبية الخاصة بالعمانيات، وكسر حاجز الدفن 12 دقيقة في هذا المساء. تهانينا والناموس، 11 دقيقة 59 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولمن قدم الكايدة، محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس. المركز الثاني مذيار لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن جابر بن فاران. التوقيت الزمني 12 دقيقة ثانية واحدة، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثالث سلسال للهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. توقيتها الزمني 12 دقيقة 3 ثواني، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع الذهب في هذا المساء.